بدون أموال، وهذه لازم نكون فيها يعني نتكلم بصراحة ونتكلم بوضوح، بدون أموال لن يكون هناك احتراف. أكيد. بدون أموال ليس هناك احتراف. الاحتراف هو أن تكون أنك تكون النادي تاعك يدور كشركة وتحقق نتائج رياضية. هذاك هي العمل الأساسي تاعه، هذاك هو الكور بيزنس تاعه. البيزنس تاعه سيدير يلعب كريدو سبيكتاكل ويحقق أرباح بذلك. بلا هذه ما نقدروش نديرو احتراف. وإلا نتكلم على نموذج آخر، نموذج غير احترافي، نموذج مثلا نموذج هاوية وغير. لكن إذا حبينا نتكلم على كرة القدم المحترفة، يجب أن نكون واضحين صراحة مع بعضنا، وما نلزمش ثاني نأولو تأويلات أخرى. يقول لك هاو راح يرجعوها غير للأغنياء ويرجعوها غير من عارف شكون. لا، كرة القدم في العالم كامل، الاحتراف في العالم كامل مبني على وجود أموال، مبني على لا جينيراسيون دي ريسورس، مبني على خلق الثروة. تخلق الثروة بس بلو سبيكتاكل وليس إهدارها. وليس إهدارها الشيء اللي احنا رانا فيه جستما، لأنه يعني ولو انه نتفكروا سنة قبل أو أكثر شوية، كي حبسوا لي شامبيونا في لي شامبيونا ستركتوري، كي حبسوا خسروا دراهم. احنا لو شامبيونا تاعنا كي خسر أكوز لا كوفيد، ربحنا دراهم باسكو ما خرجناش. فويب لو بارادوكس سي سا. لذلك ف يعني هذه الاشكاليات كامله راح تطرح على في النقاش على اللجنه. هذه اللجنه يعني هدفها الاول لو يعني لوبجيكتيف برينسيبال سي دو فير اون ايفالواسيون ان دياغنوستيك بريسي اي بروبوزي دي سوليسيون دوردر législatif d'ordre légal. Parce que le système maintenant de compétition, le système, non, il y a une autre commission au niveau de la FAF, ça relève des compétences de la FAF, une commission qui travaille sur l'aspect technique. Cette commission, présidée justement par Sibn Hamza, ici présent, et faire des professionnels, faire des gens qui ont travaillé dans les clubs, faire des juristes, faire des gens qui ont les compétences nécessaires pour réaliser, c'est pas pour réaliser ce travail, c'est de l'ingénierie, c'est la technique, c'est le professionnalisme dans son aspect technique, le système de compétition et l'akhiri. Tout ça pourquoi? C'est pour le najaa, performance, une efficacité, fait le système qui est mis en place.